مساكن فللي، أماكن الورد، أماكن الهدايا كثير، ولكن المميز فيهم مرة قليل. اليوم أنا موجود في مكان مرة أعجبني، في أفكار كثيرة، ورد أنيق. باخذكم الآن في جولة نتعرف على المنتجات اللي يقدموها، خصوصا الآن إحنا قريبين من الناصفة، قريبين من القرقيعان، المولد وقرب، فمحتاجين أشياء تكون حلوة ومميزة. كل اللي تشوفونها هذه أفكار حق توزيعات حق القرقيعان، عندهم تشكيلة ضخمة، أفكار كثيرة حق التوزيعات، لكن خلينا ناخذ كذا كم من عينة. هذه مباخر بشكل أنيق وجميل، مثل هذا كم سعره؟ 10 ريال، مرة حلوة حق توزيعات، خصوصا لو في أشخاص إحنا نبغى نهديهم بليلة المولد أشياء مميزة، فراح أعرض لكم الآن مجموعة أفكار. أيضا هذا شغل آخر إلى المباخر، مرة حلو. وأيضا هذه بعد مباخر كذا مثل القطعة الخشبية وفيها جهة تبخير، هذه سعرها 10 ريال، شو رايكم؟ ها الحركات، شوفوا كيف الحركة الجميلة، قدر بشكل شعبي وداخلة شوكليت والحلاوة وقرقيعان وقرقيعان، مثل هذا الآن ب 15 ريال، وفي عندكم هذا الحجم الكبير ب 25 ريال. أفكار مرة حلوة. من ضمن الأفكار عندكم هذه توزع للأولاد بشكل أكريليك كده حلو، داخلها الكندر وداخلها الحلاوية، وهذه حق البنوتات. وعدكم هذه الفازة الصغيرة مع نبتة، طبعا شوفوا كيف الرسم هذا كل رسم يدوي، يعني فيه لمسة فيه روح. مثل هذه كم سعرها؟ 15 ريال. شوفوا أفكار حلوة وجميلة، مرة حلوة عندهم أفكار حق توزيعات. هذه الباقة، يعني من ضمن الأشياء اللي موجودة عندهم باقة بين الورد وبين الشوكلت، ممكن تحطون فيها بخور هنا. اللي عجبني يا جماعة موضوع الأسعار، أسعارهم جدا جدا مناسبة، يعني هذه حق توزيع عبارة عن ورد طبيعي، راح تتفاجأوا بالسعر طبعا، مع هذا العطر الميني، إيش رايكم؟ طبعا أكثر من شكل، أكثر من تصميم وتنسيق. مثل هذه الآن بكم؟ ب40 ريال بس، الورد مع العطر مع هالتنسيق الجميل. التنسيقات الجميلة، عجبتني هذه قطعة فخارية كده عليها رسومات يدوية، رسم اليدوي يعني فيه روح، وداخلها حلاوية، يعني حتى بعد ما نخلص من الحلاوة ممكن نستفيد منها، مرة حلوة. مكان لحالة يا جماعة، تغذية بصرية، أحلى جولة. هنا باقات بين الشوكولات وبين الورد، مثل ما قلت لكم يميزهم موضوع الأسعار. أفكار ما تخلصوا هنا، ما تخلصوا من هالإبداع. أيضا هذه علبة داخلها مكسرات وحلوة حق التوزيعات، والأسعار على 15 و20 و10 ريال، مجموعة أفكار صراحة. وهذه علبة حقت بخور مع مبخر مع تبسي، مرة جميلة. هذه باقات صناعية حق المواليد، يعني رايحين نسلم على واحدة جايينها مولود أو مولودة، فعاطينك هنا مجموعة تنسيقات، مرة حلوة. وهذه شنو هذه؟ هذه أيضا نفس الشيء، مرة حلوة. يا قلبي والكياتة، يعني هذه حق البنوتات، مثل هذه الآن قطعة أكريليك بهالتنسيق الجميل، سعرها 80 85 ريال، وهذه حق الأولاد. مكان مجموعة أفكار، الورد أنيق حكاية، يعني هذه من الأفكار الجميلة الموجودة عندهم. هذا الكوب داخله كيك طبعا، وهذا ورد طبيعي طبعا بالحجم الصغير والجميل، شوفوا التنسيق. مثل هذه الآن ب50 ريال، طبعا الحلو أنه ممكن أنت تعمل إهداء، يعني شخص تعملوا له كده مفاجأة سبرايز، تعطوهم رقم التليفون وهم يوصلوها إلى، حلوين من جد يا جماعة. هذا المكان الواحد يعتمده ويتعامل إياه. شوفوا هالحركات، هنا عبارة عن باقة ورد، طبعا هذا ورد طبيعي، شوفوا جماله يا جماعة، بالإضافة إلى هذه الكيكة، مرة حلوة، مناسبة عيد ميلاد يتقدم هذا البوكس. وعلى فكرة كل هذا اللي تشوفوه مع التنسيق الحلو ب130 ريال، كيكة مع ورد. هذا الورد الأكثر حظا في العالم لأنه بين يديك، وهنا تحطون الاسم، أحلى إهداء مع الفراشة الجميلة هذه، إيش رايكم في البوكس؟ أنيق مو؟ هذه الأفكار، اليوم محل يقدم لك أفكار، يقدم لك إبداع بأسعار، أسعار يا جماعة رمزية أنا أسميها، مرة مرة مناسبة. تبغون عرض ترند؟ هذا أقوى ترند يا جماعة، المولد وقرب، واللي يبغى ياخذ هالورد هالجميل هذا، بكم تشتروها عادة الوردة هذه؟ 5 ريال، 7 ريال، 10 ريال، العرض الآن راح تكون الوردة هذه فقط ب3 ريال، شوفوا جمالها.
مؤتمر معاكم بأقوى ترند، ساق البامبو. كم سعره؟ 3. الآن تأخذون 3 ب10 ريال، بدل ما تأخذون 1 ب10، تعالوا أخذوا الآن 3 ب10. وهذا العرض بمناسبة المولد، راح يكون إلين 15 رمضان. إضافة عندهم بالونات الهيليوم. يا سلام. طبعاً بالإضافة عندهم هنا أشياء كده حلوة حق إهداء، يعني شنط زايروس، وعندهم ساعات زايروس. إن شاء الله استمتعتم معنا بالتغطية. بصراحة المكان يستحق الإضافة ويستحق المتابعة. راح أحط لكم الآن حساباتهم، تابعوهم وشوفوا الجديد عندهم. وعندهم خدمة توصيل، حسابهم بالإنستغرام ثري بالتنسيقات والأشكال الجميلة، تابعوهم. وهذا موقع ورد أنيق، أبدا ما يضيع، موجود بحي الجامعيين. هذا شارع عبد الله بن عباس اللي يفصل بين الجامعيين وتركيا، حي تركيا، جنب اللي هو 03 برجر، معروف.